صاحب من شئت في هذه الدنيا فإنك مفارقه، هل هذا حديث؟ نعم يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل أتاه قال له يا محمد احفظ من شئت فإنك مفارقه، فهذا يروى أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، هكذا احفظ من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. نعم والمعنى صحيح، معناه صحيح اللهم أنه لا بد من فراق الأحبة، وأن العمل لا بد من لقائه يوم القيامة والوقوف عليه والمجازات عليه خيرا أو شرا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.